طيب يا جماهير الأرض المختلة، في حاجة باينة هناك ولا لا؟ المرة اللي فاتت ورجيناك الزلمة هذا.
البيولوجي. احنا كنا بنحكي الاساس بالنسبه للسيل هي دائما اندر كنترول، كنا بنحكي لكم عن السيل سايكل اذا بتتذكروا، ها السيل سايكل، وفي نظام عشان يعمل ريجوليشن للسيل سايكل. السيل سايكل بمعنى في حياه الخليه، دوره حياه الخليه من غايه ما تنولد، يعني تنولدش الخليه بصير ميتوس وتطلع خليتين ماشي، من حد البدايه، من البدايه هذه لغايه ما تعمل لفه كامله وتصل للمرحله كان تكون مؤهله انها تعمل ميتوس كمان مره، هذا احنا بنسميه سيل سايكل. وعندنا تشيك بوينت، نقاط مراقبه او نقاط تعمل ريجوليشن فيما لو صار خلل، واخد بالك؟ هنا في حياه التيومر ممكن يكون الخلل واحدة من التشيك بوينت، التشيك بوينت ما بيقدرش يعدي المساله. يعني بمعنى اخر هو البني ادم يولد بشكل طبيعي في مرحله ما من عمره تحت تاثير ما، وممكن يكون سبونتينيوس بدون سبب، يعني ممكن يدخل في حاله التيومر صار خلل يعني، بس الوراثه وضع يختلف. طبعا مشكله التيومر المشكله بتكون في الجينوم، الدي ان اي صار ميوتيشن، واخد بالك؟ بس سببه لا احنا في جينيتك، احنا المقصود ما هو جينيتك ديزيز الاساس هو في الجينوم المشكله، والتيومر بيكون برضه في الجينوم، بس الاختلاف الفيتشر بتاعت هذا وبتاعت هذا. كنت بحكي في التيومر البني ادم ممكن يولد طبيعي ما فيش مشكله لا في ابوه ولا في امه، بمعنى في اغلبها ممكن تاثر، احنا بقول لك سبونتينيوس انفيرمنتال فاكتور. يعني ايش سبب التيومر على سبيل المثال؟ يعني واحد عشان ممكن تلاقوه كذا اليوم كويس تمام، بعد ساعة والله مسكين صار معه ورم. ساعة؟ ما بقولش ساعة، صعب من الزلمة من بعد الجلد. أنا بقول لك في بعد فترة من الزمن شهر شهرين تسمع ايش أخبار فلان، والله مسكين قاعد في البيت ايش بده معه حالة سرطان. ايش السبب؟ معروف الأشياء أو في شغلات كثير كارسونيجين بتسبب أورام، يعني ممكن يكون أشعة الشمس، ممكن يكون انفكشن صار فيروس ممكن يسبب على سبيل المثال، ممكن يكون سبونتينيوس بدون سبب. طبعا مش بدون سبب معناه ما فيش حال سببت يعني، بس بالنسبة لنا وضع مجهول أو احنا مش عارفين، عشان كده بنكون الديتايبنج أو مش عارفين السبب في المسألة هذه. ممكن يكون أكل حاجة بسبب سرطان، ممكن يكون شم حاجة أي سبب، بس هو المشكلة أو الخلل صار فيما بعد. بطبيعة الحال المسألة هذه غالبا لا تورث لو إنه معاه تيومر وتجوز، الشغله هذه لا تورث، بعكس الجينيتك ديزيز اللي هي الصفه الوراثيه اللي فيها مشكله بتكون موجوده يا في الاب يا في الام، والاب او الام اخذها من واحد من اجداده. ويمكن كنت حكينا لكم في البيولوجي لما استعرضنا حد الفيلم في خيوله، بتتذكروا ليش الواحد وابن بنت عمه او واحده وابن عمها، ليش المشكله او في مشكله لما تتجوز ايش السبب الاساسي؟ لانه احنا متوقعين في العيله هذه في مشكله ما، وعشانها جينيتك، عشانها جينيتك ديزيز ممكن تورث لواحد من الابناء. بالنسبه للتيومر المساله تختلف، صح المشكله صارت في الجين او في الجينوم بمعنى اخر، لكن هنا لا تورث المشكله. يعني لو كان في الابن اذا ظل عايش طبعا عشان لو كان مثلا الاب كان عنده كانسر والابن صار عنده كانسر مستحيل نقول من الاب، نقول من الشخص نفسه الابن نفسه. لحتى الان لحتى الان ما فيش علاقه توريث في الجين. خد بالك ما هي هنا بتقول عوامل ثانيه، يعني دائما الشغلات اللي تتعلق بالبني ادم بالبيولوجي بتاع البني ادم في شغلات كذا هيك ما يعني بالنسبه لنا يعني البشر فيها قرار. بمعنى ما هو لو واحد صار معه تيومر صار له 50 سنه وكان بيكون للاسف متجوز ومخلف يعني، واخد بالك؟ فاولاده نفقوا اذا ما صارش معه في المستقبل لسبب اخر يعني، او واحد عمره 20 سنه على سبيل المثال ومعه ورم او معه سرطان، مين مستعد يجوزه بمعنى اخر؟ كيف بدك تحكم انه هذا ممكن ينقلها للابناء وما ينقلش يعني؟ هنا في تعقيدات بتصعب المسألة هذه. بس بالنسبة لمسألة الجينيتك ديزيز مسائلها واضحة خالص خالص خالص، في صفة موجودة، طبعا الصفة قد تكون ميوتيشن، هذه حسب قوانين الوراثة ممكن تنتقل. معروف انه على سبيل المثال اذا كانت دوميننت نسبة 50 او تدخل نسبة مثلا 25% منها ممكن تصل لايش؟ لواحد من الابناء، ماشي؟ طيب كنا بنقول الميكانيزم اللي ممكن الميكروب يسبب فيها اللي هي مرض او انفكشن ديزيز ديستروي ذا تيشو او توكسيك بروديوسنج، بمعنى هو الميكروب عايز ينتشر، عايز يتغلغل، عايز يعمل بنتريشن، عايز يعمل بنتريشن، مش عارف مش عارف لازم الواحد يلتزم بمواعيده.
انه هو الميكانيزم اللي هو ديستروينج ذا تيشو، يعني بيدمر التيشو طبعا عشان تنتشر الميكروب ويوصل لاماكن ثانيه، او الميكانيزم الثاني انه من خلال بروديوسينج توكسين، والتوكسين ممكن ياثر على شيء ما في الجسم زي بوتوليزم على سبيل المثال، زي التيتانوس بياثر على الجهاز العصبي يعني زي التفكير على سبيل المثال. هذه هي الميكانيزم اللي من خلالها ممكن يصير مشكله او ممكن يصير مرض. هنا ندخل في الموضوع، في صلب الموضوع والبدايات، بدايات علم الميكروبيولوجي، بدايات قبل كده في الزمانات. احنا الان طلع عندنا ميكروسكوب بانواعه، اللايت ميكروسكوب والالكترونيك والكمبيوتر والحاجات اللي زي كده، وصار عندنا اكسس للبكتيريا، بنحط البكتيريا بنثبتها كده على سلايد وممكن نشوفها ونشوف التفاصيل بتاعتها بشكل واضح جدا جدا. زمان ما كانتش الامكانيه هذه موجوده، عشان كان في حاجه اسمها ديبيت، في اختلاف في وجهات النظر يعني. يعني شغله اليوم حقيقه، اليوم احنا مش قادرين نتاكد منها. فيش امكانيات نتاكد منها او ما فيش يعني. بعد 200 سنه ممكن تطلع تكنولوجي تثبت الشغله هذه وتكون مساله واضحه ومساله بسيطه جدا. نفس الوضع اللي بدا في علم الميكروبيولوجي، زمان لما كان في ميكروسكوب ولا حاجه يعني. كيف بدك تعرف انه في كائنات صغيره خالص ما لا ترى بالعين المجرده؟ طبعا كائنات هذه بينه وبينها قصه بسبب لنا امراض وحاجات زي كده يعني. عشان كده صار في ديبيت في المساله هذه في البدايه، هل في حاجات صغيره او ما فيش حاجات صغيره؟ والحاجات الصغيره هذه اللي صرنا نسميها فيما بعد ميكروب بكتيريا او غيره، هل عندها القدره تاثر فينا وناثر فيها او لا بلغه الامراض؟ بداية اللي هو اسمه كارلوس لينوس، تذكروا الاسم هذا؟ طبعا هذا يمكن في مراحل متأخرة من الديبيت، يعني بعد ما اقتنعت الناس، تفضلي. بعد ما اقتنعت الناس انه اكتشفوا الميكروسكوب، اقتنعوا الناس العلماء طبعا الميكروبيولوجي، اقتنعوا انه في بيولوجي كنا نقول، بعدين طلعت كان عنه في كائنات صغيرة جدا لا ترى with naked eyes، انه الكائنات هذه موجودة وكلها علاقة معنا، سواء علاقة ايجاب او علاقة سلب يعني. هنا كنا نعطي للاشي الجديد اللي هو ده كنا نعطي اسم، يعني البكتيريا الفلانية اللي بتسبب مثلا السالب ايش بدنا نسميها على سبيل المثال يعني، بدها اسم خاص فيها يعني. عشان انت وانا وواحد عاش في استراليا وواحد عاش في انجلترا نتعامل مع نفس الاشي، ناس بكل اختلاف يعني. هنا الزلمة ابتدع نظام البينوميال ميثود فور نومينيك ليكشر، نظام الثنائي، يعني كل بكتيريا لها اسم تتكون من شقين او من ثلاثة. الشق الاول اللي هو زي مقابل بالنسبة لنا اسم العيلة يعني، اللي احنا بنسميه جينس. الجينس اللي هو اسم العيلة مقابل يعني او السرنيم. الشق الثاني اللي يمثل اللي هو السبيشيز. السبيشيز طبعا السبيشيز اصغر بالتفريع من ايه؟ من الجينس. هنا لو بدنا نمسك المسألة من كثير، في عندنا حاجة اسمها دومين على سبيل المثال. الكائنات اللي بتعيش على ظهر الأرض، في عندنا ثلاثة دومين. عندنا الإيكاريوت والبروكاريوت. لو بدنا ننزل شوية كمان، البروكاريوت ممكن نعمل له تصنيف، كينجدم بمعنى آخر، اللي هو البروكاريوت البكتيريا البكتيريا والأراكية. هنا لو بدنا ننزل كمان ناخذ على الايكاريوت على سبيل المثال، بدنا ناخذ الانيمال من جهه على سبيل المثال، وبدنا ناخذ البلانت من جهه، وبدنا ناخذ اي شيء ثاني ما عدا البروكاريوت سواء البكتيريا او الاراكيه. كل واحد منا طبعا نبدا دومين كينج دم برانش هذا زي كده، تصنيف اصغر فاصغر فاصغر لغايه ما نصل لسنجل سبيشيز. هنا احنا بادئين من الاواخر، بادئين من عند الجينس اللي يمثل مرحله متقدمه خالص من التصنيف، واللي اصغر منه بدرجه اقل اللي هو ايش؟ السبيشيز. يعني لو بدي امسك حبه بكتيريا على سبيل المثال بدي اعطيها اسم مكون من شقين. ماشي يا جماعه، بتحبوا تكملوا معنا عند الجماعه التانيين؟ الا ماشي. طب بدي اسال بعد المحاضره هذه كيف وضعكم؟ علينا محاضرات للاخر؟ لا علينا محاضرة.